تحية طيبة مشاهدينا، نرحب بكم في الحدث الأسبوعي الذي سيقف عند محطات عدة أبرزها الجدل الدائر ولأيام حول ما سمي مبادرة التوافق الوطني التي كانت قد طرحتها حركة حمص. لا للعهدة الخامسة أو لا للاستمرارية، ولا بد من حماية مؤسسة الجيش للانتقال الديمقراطي. هذا هو ملخص هذه المبادرة مشاهدينا. لكن قايد صالح قائد الأركان ونائب وزير الدفاع رفض هذه المبادرة قائلا: لا دخل لنا في السياسة، فالسياسة للسياسيين، ونحن ملتزمون بمهامنا الدستورية، محذرا في الوقت نفسه من مغبة الانزلاق وراء مشاريع رآها تضر بالمصلحة العامة للجزائريين، بدون أن يشرح لنا من هؤلاء الذين يتربصون بأمن البلاد. مراقبون كثر مشاهدون وهم يتابعون سير هذه المناقشات المستمرة تساءلوا عن فحوى هذه المبادرة، وهل سيكون مصيرها كمصير باقي عشرات المبادرات التي كانت تنقصها الإرادة السياسية، وكيف يكون هناك حديث عن الانتقال الديمقراطي والساحة السياسية كما رأها الجميع معارضة وموالاة تعاني من التصحر والجمود واللا شفافية ولا حضور للأحزاب في الشارع، إذ كيف تنجح مثل هذه المبادرات بعيدا عن الشعب وهو العامل الأساس في المعادلة السياسية؟ فالشعب هو وقود هذه الأحزاب، هو رافدها، هو سندها الحتمي. فإن لم يكن الشعب في صالحك فأنت تطارد خيط دخان، أضاف هؤلاء المراقبون. اجتماعيا مشاهدينا، سجلت احتجاجات الجنوب حضورها في بشار وورقلة والجلفة تعبيرا عن الغضب من تردي هذه الخدمات وقلة المرافق والمنشآت والانقطاع المتكرر للكهرباء والماء الشرب وللأنترنت. والمنطقة الصحراء أقصد في عز لهيب الصيف، حيث سجلت الحرارة درجات قياسية. نختم مشاهدينا بمحور المسؤوليات، فإذا كان الرئيس الفرنسي ماكرون قد تحمل المسؤولية كاملة عن ضرب وشتم أحد المتظاهرين من قبل رجل الأمن، فكيف هو حال الجزائر مثلا؟ تساءل كثيرون، فهل هناك من تحمل المسؤولية أمام شعب طيلة كل هذه السنوات العجاف، معترفا بالتجاوزات والإخفاق والفشل في تطبيق مختلف السياسات؟ نبدأ مشاهدينا بمحور الانتقال الديمقراطي الغائب، هكذا سميناه، مع ثلة من ضيوفنا الكرام الذين سيصطحبونني في إثراء محاور النقاش في الحدث الأسبوعي. نبدأ بالأستاذ كريم طابو. أستاذ كريم، بعد الترحيب بك، هل تؤيد ما توقعه أغلب الملاحظين ومنذ أيام بأن ما سمي مبادرة التوافق الوطني لن يكتب لها النجاح؟ ليس تشاؤما، بل رأوها لا تحمل بذور الاستمرار والإقناع، خاصة أن التوافق أصلا غائب، والعامل الرئيسي وهو الشعب بعيد كل البعد عما يجري اليوم في الساحة السياسية. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور أستاذ كريم. أكيد أن هذه المبادرة بين قوسين هي موافقة لمسلسل يعيشه الجزائريين منذ عقود. يسمى في الساحة السياسية بمبادرة سياسية، في معظم الأحيان المبادرات لم تطرح للشعب الجزائري، وهذا يعني خطأ سياسي فادح. النخب السياسية الجزائرية حتى ولو تسمي نفسها معارضة أصبحت اليوم تعمل بأفكار وأدوات ومصطلحات النظام. حتى الأحزاب التي كانت لها يعني أو مواقف سياسية معروفة مثل الأفافاس أو الإرسيدي أو الحماسة وأحزاب أخرى بنسب مختلفة، اليوم تعامل مع السلطة بلهجة لينة، بمرونة، بمصطلحات مقبولة. حتى عادة السلطة لا تعطي حتى أهمية لكل هذه المصطلحات وللمبادرات، ولأن ما زالت النخب السياسية تطرح لها فلسفة سياسية خاطئة. لأن المبادرة السياسية كان من المفروض أن تكون فيها قواعد لعبة، أن تكون فيها شروط، أن يكون فيها عامل محفز وعامل يعني ديناميكي في يصنع التاريخ وهو الشعب. للأسف الشديد أن النخب السياسية في بعض الأحيان تطرح ما يسمى بالمبادرة هي شعارات فقط للسلطة أكثر مما تطرح بدائل ومقترحات للشعب، لأن النظام السياسي يعني طبيعة النظام السياسي في الجزائر، طبيعة الأزمة، يعني أصبحت النخب السياسية في
تناقض سياسي رهيب في وقت وين كان من المفروض على النخب السياسية أن تطلب من الجيش أن ينسحب من الفعل السياسي. نعم. أصبحت اليوم هي الأحزاب السياسية التي تطلب من الجيش الخوض المعسكر السياسي كأنها يعني بعيدة عن من لا يعلم أن في الجزائر القرارات السياسية الحاسمة، القرارات السيادية، القرارات الاقتصادية المهمة تتخذ من طرف مؤسسات الجيش، في بعض الأحيان تحت مؤسسة الرئاسة ومؤسسات أخرى، ولكن طبيعة النظام السياسي في الجزائر هو أنه القرار السياسي ما زال محتكر من طرف أطراف معينة، سواء كانت أشخاص داخل الجيش أو على مستوى الرئاسة، ولكن بصفة عامة هي تحتكر القرار السياسي بالديمقراطية ولا تشارك ولا يشارك في هذا القرار أي طرف من المجتمع، سواء كانت المؤسسات بين قوسين المنتخبة أو المجتمع بصفة مباشرة بأنظمة يعني معمول بها في الخارج. إذن اليوم مبادرة حماس أو مبادرة الأفافاس الورقة البيضاء هي تكرار لنفس المصطلحات، صار لنفس بين قوسين المبادرات في آخر المطاف. تريد هذه الأحزاب أن تقدم خدمات، يعني بصفة صريحة هذه الأحزاب هي أصبحت اليوم مقدمة خدمات، وفي بعض الأحيان قد تصبح بعض الأحزاب هي أداة بين مختلف الأطراف السلطة، وهذا يعني الأحزاب اليوم ما زالت لم يعني تستنتج وتدخل في الدروس وتفهم الدروس مما حدث منذ 62، حتى لو يعني في بعض الأحيان تحدث صراعات بين مختلف أقطاب السلطة، ولكن في الأخير كل أقطاب السلطة متفقة على شيء، هو منع الجزائريين من المشاركة في السياسة، هو منع الرقابة، هو منع الديمقراطية. أما الآليات هو طيب يعني نفس الآليات، سواء كانت انتخابات مزورة أو مبادرات أو شيء من هذا النوع. طيب كريم، إذا كان النظام لم يقبل بمبادرة العقد الوطني، عقد رومو أنت تذكره جيدا، وفيه من فيه من القادة وكبار السياسيين والزعماء، فكيف يمكن لنظام الحكم اليوم أن يقبل بمبادرة لحزب ما في الجزائر؟ أكثر من عدم القبول. عقد رومو يعني النظام حارب حتى فكرة الجلوس لأحزاب سياسية لهم شراكة الانتخابات. الانتخابات الوحيدة التي حدثت في الجزائر وسجلت يعني سجلت في التاريخ كأنها انتخابات حقيقية هي انتخابات 91. ما يعني أفرزت عليه الانتخابات هو ثلاث جبهات: جبهة القوى الاشتراكية، جبهة التحرير، وجبهة الإنقاذ. النظام منذ ذلك الانتخابات قرر بعدم ثقته في الشعب، عدم إعطاء فرصة لهذا الشعب، لأن هذا الشعب عندما تعطى له الديمقراطية، عندما يسمح له بممارسة الحرية، بممارسة السياسة، يعني أكيد أنه يختار غير السلطة وغير أحزاب السلطة. إذا اليوم هناك أحزاب تتفنن في بعض الأحيان في المصطلحات تغير شيئا ما في لحظة، لكن في آخر المطاف هذه الأحزاب هي داخلة بصفة أو بأخرى في فلك السلطة، تريد أن تلعب بعض الأدوار، تريد أن تصبح في بعض الأحيان أدوات بين مختلف أقطاب السلطة، وفي الأخير لا توجد اليوم في الساحة السياسية أحزاب حقيقية تطرح فكرة قطيعة وتوجه ندائها وتوجه مبادراتها إلى المجتمع، لأن في آخر المطاف لا وجود للديمقراطية بدون وجود للشعب، لا وجود لجمهورية بدون جمهور. للأسف الشديد نحن في الجزائر جمهورية بدون جمهور، والأحزاب السياسية دخلت في هذه اللعبة يعني أفسدت حتى المصطلحات في بعض الأحيان. هذه الأحزاب هل تسمى بأحزاب حقيقة؟ هي أجهزة داخلة في المنظومة السياسية التي في بعض الأحيان هي مسببة في الأزمة. طيب كريم، البعض يقولون أنه دوما المعارضة تنتقد تلوم
النظام ولكنها لا تريد أن تتعلم من أخطائها. أليست هي التي أسست حركة الانتقال الديمقراطي والحريات منذ 3 سنوات مضت، وبعد ذلك أسرعت إلى المشاركة في الانتخابات وانفض الجمع من حولها يمينا وشمالا؟ كيف يمكن الآن معاودة الحديث أو حمل شعار الانتقال الديمقراطي والديمقراطية مفقودة في الجزائر؟ أنا أظن بأن مصطلح المعارضة، هناك أجهزة أكيد، هناك أحزاب تدعي أنها أحزاب معارضة تدعي أنها تمثل الشعب، ولكن انتخابات تشريعية وأرضية بن زفران اكتشفت شيئين. الشيء الأول هو حدود المعارضة بكل أطيافها وبكل ألوانها في معالجة أو في طرح البدائل. ثم الحاجة الثانية هو عجز هذه الأحزاب تجنيد المواطنين، والدليل أن الأحزاب السياسية سواء كانت موالاة أو معارضة دخلت في انتخابات التشريعية، والشعب الجزائري في أغلبية سائقة لم يشارك في الانتخابات. الدليل هو أن المعارضة الحقيقية هي الشعب، غير ممثلة في هذه الأجهزة ولا تمثلها هذه الأحزاب. ثم ما لاحظناه منذ انتخابات التشريعية، قيل للجزائريين سواء بين في السلطة أو عبر الأحزاب السياسية، أن بعد تعديل الدستور وبعد انتخاب أعضاء البرلمان والمجالس البلدية والمجالس الولائية كان من المفروض أن الأزمة تعرف أن الأزمة تنتهي. ما لاحظناه هو أن الجزائريين اليوم الحقل الوحيد الذين يعبرون فيه على يعني استيائهم على احتجاجهم هي ملاعب كرة القدم، وما لاحظناه من مشجعي فرق كاتحاد الحراج واتحاد العاصمة مولودية العاصمة شبيبة القدمي. ما حدث في الملاعب الجزائرية في السنة الماضية هي منابر سياسية يعني بامتياز. إذا ما حدث في الجلفة، ما حدث من الاحتجاج من الأطباء، ما حدث ما يحدث يوميا من احتجاجات على الصعيد الوطني بغياب يعني بملاحظة غياب يعني رهيب لكل الأحزاب السياسية. إذا اليوم الخلاصة هو أن المعارضة الحقيقية موجودة في أوساط الشعب. الشعب الجزائري هو أكبر حزب معارض ضد هذه السلطة. للأسف الشديد لا يجد الأطر، لا يجد الهيكل، لا يجد الحزب الذي يعني يرفع بأفكاره، يرفع بمطالبه، يرفع بشروطه، يعني هذا للأسف. ولكن كريم، هذه المعارضة التي تتحدث عنها غائبة اليوم. هذه المعارضة التي تتحدث عنها معارضة فاعلة فعلا، ولكنها غائبة الآن. من هو الذي سيعمل على استفاقتها، على القيام بقيادتها في الشارع اليوم؟ ألا ترى بأن الشارع يحتاج إلى عملية تحسيس، عملية توعية أكثر فأكثر؟ لأن البعض يقولون أن هناك من هو محسوب على المعارضة اليوم وبالأمس كان يعمل على تمديد عمر هذا النظام. يعني العملية في السياسة، يعني في السياسة الأمور غير ميكانيكية، ليست بأمور 1+1=2. الأمور في السياسة يعني تختلف فيها بعض الأمور السوسيولوجية، الاقتصادية، الثقافية. كاين بزاف عوامل قد تؤدي بمجتمع الى الانتفاض، قد تؤدي بمجتمع الى التنظيم. اليوم هناك عاملين اساسيين قد يساعدان في تحول هذه البلاد و يعني الالزامي العمل من اجل ايجاد حلول. العامل الاول هي السلطه بحد ذاتها. العدو الاول للسلطه هي السلطه، لان ما يحدث من يعني فساد، من لا أخلاق، من فضائح، من يوميا ما تقوم به السلطة تزيد من تشحن وتزيد من الاحتقان وتزيد من يعني الاستنكار من طرف الشعب. ثم هناك شباب، أن يعني أمل الكبير هو أن الشباب الجزائري هو الذي يصنع التاريخ، ليست الأحزاب وليست هذه المبادرات، بل هي هذه الشباب التي اليوم بصراحة موجودة في الميدان، لها مطرح صريحة، سواء كانت الطلبة التي يعني تطلب بمطالبها أو الشباب الذي يطلب بمطالبها أو هذا الابتكار. لو سمع
الفرق لكرة القدم لما يعني معبرة فيها، لأن في وسط هذا الشاب معبرة وهم يعني ابتكار في رسائل سياسية. طيب كريم، سمعت للأناشيد وللأغاني لهذه الشباب لما يعني فهمت بأن الشعب الجزائري والشباب الجزائري واعي في الأمور السياسية ولن يغلطه أحد. والدليل هو أن الانتخابات الماضية، الانتخابات التشريعية قد يكون مؤشر من مؤشرات يعني يجب لها على الأحزاب السياسية الأخذ بعين الاعتبار لهذا المؤشر. يعني بغض النظر حتى ولو كل الوسائل المستعملة من طرف السلطة، من شراء، من فساد، من أحزاب، من مشاركة كل الأحزاب في آخر المطاف، وعبر مؤسسات الدولة وعبر المخابرات وعبر الشرطة وعبر كل مؤسسات السلطة، يعني الأمر واضح، لم يشارك الشعب الجزائري في هذه المسألة ولن يشارك في المهازل الأخرى. طيب سيد كريم، نأتي الآن إلى مؤسسة الجيش وهو محور مهم اليوم في الحدث الأسبوعي. كيف قرأت هذا الرد، رد قايد صالح قائد الأركان عن هذه المبادرة التي أطلقتها حركة حمص؟ هل فعلا السياسة للسياسيين مثل ما قال قايد صالح، وهو بالأمس بارك مبادرات عديدة خاصة لحزب التحرير الوطني؟ كيف نفسر ما قاله وما يردده اليوم؟ يعني أكيد أنه مؤسسة الجيش هي العامل الفعال والأساسي في التسيير السياسي للبلاد، في النظام السياسي الجزائري. يعني حتى ولو يأتي رئيس الأركان، وسمعنا رئيس الأركان السابق عندنا يعني بعث جبهة القوى الاشتراكية في 2001 بمذكرة إلى رئيس المخابرات الجنرال توفيق، إلى رئيس الأركان محمد العماري ربي يرحمه، إلى رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة، الجواب لمحمد العماري هو أن الجيش لا يشارك ولا يعني يمارس السياسة. ولكن في الحقيقة يعني بعد ما رفض زروال استقبال 6 مرشحين 99، اتضح بأن الجيش له دور فعال في السياسة. ما حدث لمحمد العماري اتضح بأن الجيش له دور أساسي في السياسة عند تنظيم مؤتمر الأفلان، والرئيس الأركان الحالي بعث برسالة تهنئة إلى عمار سعيداني، هو دليل أن الجيش متورط ومتواطئ في العمل السياسي. أكثر من هذا، في الانتخابات التشريعية الأخيرة قرار سياسي في الجيش، وهو السماح لعناصر الجيش التصويت في المكاتب العادية في القرى. الشعب الوحيد الذي رأيناه مارس وشارك في الانتخابات هي عناصر الجيش. عندما يكون 462 نائب في البرلمان مصوت عليه من طرف أفراد الجيش، هذا يعني دليل قاطع أن الجيش يشارك ويساهم في السياسة. كان من المفروض حتى ولو في الدستور الجزائري الصلاحيات الدستورية، ويقال تقولي مرة بأن المؤسسة الجيش تخضع للقانون، لكن في آخر مطاف عند القرارات السياسية الحاسمة عند اختيار رئيس الجمهورية، مؤسسة الجيش هي من العناصر، قد تكون عنصر فعال وقد تكون عنصر من عناصر الفعالة في اختيار رئيس الجمهورية وفي اتخاذ القرارات الحاسمة. لم يكن الجيش مساند لبوتفليقة، لما يعني من المستحيل أن بوتفليقة يعدل الدستور في 2008 ويعدل الدستور ثانية ويكون رئيس جمهورية وهو غائب. من المستحيل أن رئيس الجمهورية حتى ولو كانت قوته على كل الأصعدة، حتى ولو تحكم في كل مؤسسات الدولة، من المستحيل أنه يتمتع بكل هذه الحرية، بكل هذه الأريحية، وبكل هذا الشيء يعني بدون مساندة من مؤسسة الجيش. إذن قبل من قبل وكره من كره، مؤسسة الجيش هو العنصر رقم واحد في القرار السياسي في الجزائر. بارك الله فيك سيد كريم. وهناك من قال مع مرور هذه الأيام تبين للجميع بأن هناك من يبحث عن حل شاف وواف وكاف لهذه الأزمة السياسية التي انطلقت منذ سنوات، وهناك من يعمل بجد من أجل تسييس هذه الأزمة وليس حلها. شكرا جزيلا لك سيد كريم. كريم طابو، المنسق الوطني للاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف. الآن مشاهدنا الكرام نتحول إلى المحور الثاني، وهو محور هذه الاحتجاجات التي شاهدتها ورقلة وكذلك بشار، ثم ختاما بالجلفة.
هذه ورقلة عاصمة الجنوب الجزائري، ما أشبه الليلة بالبارحة. هذه المسيرة كانت قد نظمتها لجنة الدفاع عن حقوق البطالين قبل عامين، وعلى ما يبدو فإن دار لقمان ما تزال على حالها. كثرت الوعود التي أطلقتها حكومات متعاقبة والوضعية لم تتغير، والأدهى والأمر أن السلطة المركزية صارت تتهم مكاتب التشغيل على مستوى الجنوب بالتقاعس والتقصير، ولا دخل لوزارة العمل فيما يحدث رغم درجات الإحباط واليأس التي بلغها الشباب البطال اليوم، حتى وصل بهم الأمر إلى خياطة أفواههم وتقطيع أجسادهم والتهديد بالانتحار. الدولة هاي العارة ها المنكرة ها رئيس وكالة ندخل البنك سيدو رئيس وكالة ندخل البنك سيدو شداد شداد راه في الشلفة شداد في الشلفة ها 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 شوف 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 شوف. غير معقول ما يحدث. هذا هو رد لجنة الدفاع عن حقوق البطالين، خاصة في ورقلة عروسي الجنوب، حيث يحز في أنفس شبابها العاطل أن مدينتهم مصدر الثراء والخيرات وملاذ الشركات الأجنبية في حقول النفط والغاز. البترول خلاص ما كانش، الدراهم ما كانش، الدراهم لا يدخلنا لا البترول إلا قدرنا نخلصوا بها من المطفين والعمر نملح. لكن الوزير أو غيره من طاقم الحكومة لم يكلف نفسه للحديث عن واجب تحديد المسؤولية هنا، فمن المسؤول عن هذا الإخفاق وفي أي مجال صرفت المليارات إذن إذا لم توفر مناصب عمل لأبناء الجزائر؟ والشعب الجزائري من أين مقل؟ إلا كل بلديات الصحراء والهضاب والجبال يعرفوا وين راحت دراهم تاع أربع برامج تنموية اللي قررها الرئيس. ناشطون حقوقيون وهم يعلقون على غضب أهل الجنوب أكدوا فشل السلطات في إقناع فئات عريضة من الشعب الجزائري بأن أموال البحبوحة صرفت في إطار التنمية المستدامة، والحال كما هي عليه اليوم إحباط وغضب وتشاؤم بين أوساط الشباب، خصوصا كمتخرجي الجامعات وهم بالألاف أمام المركز الثقافي الفرنسي في الجزائر العاصمة، أو الحراقة نحو جنوبي أوروبا، والذين انضمت إليهم النساء والأطفال القصر وأفراد من الجيش والدرك. وها هو وزير الداخلية الإيطالي الجديد يستغرب وصول حراقة جزائريين إلى جزر لامبيدوزا وسردينيا وصقلية وبلدهم غني ولا يشهد حربا أهلية، فلماذا يأتي هؤلاء الشباب إلينا؟ أضاف الوزير. وأمام هول هذه المواجع في بلد البترول والغاز ومختلف الخيرات ترتفع أصوات لدعوة الرئيس بوتفليقة لتمديد عهداته، رغم أن الخاص والعام يعرف أن الرئيس مريض ولا يقوى على أداء مهامه الدستورية، كما أن تقارير دولية عدة وصفت الوضع الاجتماعي والاقتصادي للجزائر بالقاتم والمنذر بالغليان. فهل ستحكم لغة العقل وتوضع خارطة طريق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تحل الكارثة؟ ولا تساعة مندم، يقول المثل العربي. طيب، لإثراء النقاش حول هذا المحور، محور الاحتجاجات التي شهدتها ولاية من الجنوب الجزائري أو من الصحراء الجزائرية، تنضم إلينا السيدة سوسن شارف رئيسة حزب التنمية الوطنية. سيدة سوسن، بعد ترحيبي بك، ما هي قراءتك لهذه الاحتجاجات المتكررة لسكان الجنوب في مدن عدة أبرزها عاصمة الجنوب اللي هي ورقلة أغنى ولاية جزائرية؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. أريد أخي الفاضل، قبل أن أتكلم عن هذا أريد أن أقدم أهل الجنوب، يعني هو مصطلح غني عن التعريف، هو الصحراء الجزائرية التي تبلغ مساحتها 2 مليون كيلومتر، وعندما تسمع بهذه المساحة تقول يا ترى هل هي مستغلة في ناطحات سحاب أو في أراضي فلاحية أو في منتجعات سياحية؟ وهذا من المفروض، يعني من المفروض يكون في هذا اللي رانا نحكوا عليه. كلمة الجنوب كذلك عندما نلفظها كلنا كجزائريون نتذكر نقص الماء، نتذكر البطالة، نتذكر الفقر والحرمان، بالرغم من أن الجنوب هو مصير اقتصاد الجزائر، لا جدال في ذلك. الجنوب به البترول ولا يملك محطات بنزين، الجنوب به الغاز ويستعمل السكان قارورات غاز بدل من الغاز المدينة، ورغم ذلك المواطنون لم يقومون بأي مظاهرات ولم يخربوا البلاد. وخير دليل على ذلك في ورقلة، يعني ما لاحظناه بالنسبة للمصادر
إذا كانت كما يقول البعض أنها شرعية والبعض يقول غير شرعية، أنا أرى أنها شرعية وكل وطني كذلك، لأن أهل الجنوب يعانون الفقر، يعانون التهميش، يعانون البطالة، كل شيء. يعني مثلا كان ورقلة عند رفضهم لتنظيم حفل بطريقة حضارية، يعني هذا شيء جميل. يعني لا نتكلم فقط في سلبيات أنها مظاهرة أو فعلوا شيء أو المهم، يعني كل صحافة تتكلم، لكن علينا أن نتكلم بمنطق. بالنسبة لولاية بشار فيها 21 بلدية لا تتوفر فيها الماء حسب تصريحات سكان البلدية طبعا، كما قامت الجهة المعنية بالأمر بحفر مكان في منطقة اسمها وادي الناموس. هذه المنطقة كانت من قبل حقل تجارب نووية لفرنسا، لذلك نقول أن هذا الماء غير صالح للشرب ولا للاستهلاك. أما بالنسبة لكل الولايات نفس المشاكل في الأراضي الموزعة والسكنات، حوالي 11,000 أرض موزعة في ولاية بشار كذلك من تصريحات السكان في كل يعني مناطق الجنوب وإقصائهم، ولم يستفيدوا من هذا وذاك. طيب أستاذة سوسن، يجب أن دعينا نستمع لجانب من هذا الغضب المتصاعد في ورقلة جراء تردي الخدمات. ماذا قال الغاضبون وهم يوقفون حفلا كان مزمعا تنظيمه في ليلة أول من أمس في ورقلة؟ شعب ورقلة، أحرار ورقلة يرفضون هذه المهزلة. أحرار ورقلة ومناظري ورقلة الأحرار يرفضون هذه المهزلة في مصرع الهواء الطلق. نريد تنمية، نريد المسابح، نريد مستشفيات جامعية، نريد مستشفى الحقوق، نريد حقنا من التنمية. سكنار ما كانش، ما عندنا سكنار، ما عندنا والو. دير لي التنمية ونجي نشطح لك أنا الأول. يلا لا نريد، شعب ورقلة يندد ويقول لا نريد مهرجانات، نريد تنمية. يا مواطن يا ضحية نوض، شارك في القضية. تحيا الأحرار. طيب أستاذ سوسن، نعود إليك من جديد ونحن نستمع لهذه الشعارات التي رددها الغاضبون في ولاية ورقلة ومناطق أخرى. يتساءل المرء عن هذه الأموال التي خصصت للتنمية المستدامة في الجنوب منذ سنوات، ونذكر جيدا أن سلال رئيس الحكومة الأسبق كان قد وعد بتفعيل هذه التنمية في هذه المدن، في هذه المناطق الجزائرية العميقة، في المناطق الحدودية، ولكن ها نحن نفاجأ بهذه الشعارات، بهذا الغضب المتصاعد من تردي الخدمات، قلة المرافق الضرورية، انقطاع الماء والكهرباء والانترنت والطرق المهترئة وما إلى ذلك. بماذا نفسر هذا؟ يا أخي نحن لا نرى شيء. يعني لو كان في شيء من ما شرح الوزير السابق عبد الملك سلال لكنا رأيناه. نحن نذهب إلى الجنوب، نذهب إلى الصحراء، نذهب لكل مكان. يعني الكلام في جهة والأفعال في جهة أخرى. أنا أتكلم عن وزير سابق، يعني نفس المشاكل في إنشاء مركبات مثلا مراكز علاج ومستشفيات عمومية طالبوا بها أكثر من مرة، إنشاء مراكز سياحية ومنتجعات ومسابح الأهالي، إنشاء مطار. المفروض يكون حتى لما نتخيل ونريد أن نطور من الجنوب كذلك ننشئ مطارات دولية من الجنوب نحو العالم لجلب السياحة، إنشاء مراكز وخد المياه على أبعد مستويات. هذه أحلام أصبحنا نراها. يعني إنشاء طرقات تحت اسم طريق مثل ما يوجد شرق غرب يسمى جنوب شمال، وكذا مراكز راحة ومحطات بنزين متعددة الخدمات. يعني المفروض كل هذا يكون إنشاء حدائق وغابات، ولم نعد نتكلم عن الأشياء المفروض اللي ما تكونش ضرورية في الحياة.
أصبحنا نتكلم فقط عن الجوع والفقر والعمل، أصبحنا نتكلم عن أشياء يعني شرعية يعني لا يقبلها أي مسلم، من يقبل هذا الشيء؟ عندما نتكلم عن الشعب الجزائري لا يفرط في حماية وطنه وممتلكاته، وخاصة الدفاع عن رموز وطنه من الشهداء والمجاهدين الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل الوطن العزيز. وخير دليل على ذلك يا أخي يا عثمان موقف سكان جلفة أولاد نايل الذين أحييهم من كل قلبي خلال مراسم دفن المغفور له القائد أحمد بن شريف أول مؤسس للدرس، حيث لاحظوا غياب المسؤول الأول على الولاية أثناء مراسم الدفن وهذا غير مقبول. لكن أقول أن الغائب بحكم الله وعليهم أولا التحقيق بغياب الوالي السيد حمنا قنفاف على ما أظن قبل الحكم عليه، لأن كما قلت الغائب بحكم الله. أصبحنا نتكلم بالحجج، يجب التأكد إما إذا كان في عمله أو مكتبه ولم يحضر المراسم فهذا عيب، لأنه من المفروض أن يكون حاضر مع السيد وزير الداخلية لإعطاء الأمثلة والعبر لكل المسؤولين، وكذلك احترام رموز الدولة، لأننا كما نعرف أن القائد أحمد بن شريف أول مؤسس للدرك الوطني، وكذلك لديه تاريخ يشهد عليه بإنجازاته العظيمة التي كانت في الأسبق. يعني أصبحنا الآن يعني لما تكلمني على الجنوب معليش نحكي شوية بالدرجة، لأنه في ناس كثيرة تتبعني في الجنوب وطلبوا مني أني يكون معك في الحصة، نحاول نتكلم شوية بالدرجة لأنه في فئة طيب. يعني مع احترامي لكل الناس أنهم يحبوا نوصل لهم كلامي بالدرجة. الجنوب يا أخي عثمان يعني لم يقم منذ سنوات ولم نراه يعني قام بمظاهرات أو مشاكل أو فعل ما تفعل دول أخرى، طلبوا بطريقة سلمية في عمل في سكن، أو لو إذا لم يكن سكن طيب قطعة أرض للبناء، حتى المساكن حسب تصريحاتهم يعني يستفيد منها شخص من ولاية أخرى. طيب سادة سوسن أنا لا أعلم، خليك معنا استاذ سوسن، خليك معنا استاذ سوسن. انضم الان للنقاش الاستاذ منور جعدي البرلماني عن حزب التحرير الوطني. استاذ منور، ما رايك فيما يجري من احتجاجات في هذه الولايات، في الولايات الجنوبيه؟ كثيرون وقفوا عند هذه المطالب وقالوا انها مطالب مشروعه فعلا، لكن هناك اطراف من السلطه في الوقت نفسه تقول بان هذه المشاكل على المستوى المحلي، على المستوى المحلي، على المستوى الجهوي، بمعنى السلطة المركزية بعيدة كل البعد عن تسيير هذه المناطق، فاللوم كل لوم على الولاة، رؤساء الدوائر، رؤساء البلديات، ولكن المواطن ليس مقتنعا إطلاقا بهذه الرواية التي تطلقها السلطة. شكرا وأشكركم على هذه الدعوة، وأشكر كل القائمين على قناتكم المحترمة. أهلا وسهلا بك أستاذ، وأقول السلام لكل مشاهدي هذه القناة. شكرا. في البداية نقد بعد برك في ولاية ورقلة وما صرا في الأيام الأخيرة. أيوة. كما تعلموا يا أخي ورقلة راهي في المساحة أكبر من بعض الدول. طيب. ونسمع أنا في الجنوب، يعني في الجنوب ما كاش المرافق الصحية وما كاش المرافق الشرب لو بوطابل الماء الصالح للشرب، وما كاش قنوات صرف المياه ولغير ذلك والكهرباء. انا يعني استعجب ما قام به فخامة الجمهورية والبرنامج انتوا في اربع البرامج من 99 2004 2009 2009 2014 2014 حتى 2020 مد الأولوية للجنوب، وما يعني تقدم هذا الجنوب الكبير الجزائري من تندوف البشار للورقلة تمر رصد، يعني انا استغرب. يعني نعطيك مثل يعني على بالك باللي في الميدان، يعني في مجال الصحة ولاية ورقلة عندها سبع مستشفيات
كاين مستشفى جامعي فيه 400 سرير، في تقود في حسين سعود، سمعت؟ يعني 7 مستشفى، يعني بعض الولايات هنا في الشمال ما عندهمش هذه المرافق الصحيه. وانا نقول باللي الجزائر وحده موحده، الواحد ما يفرقش الشعب الجزائري الشمال على الجنوب، شعب واحد. طيب سي منور، يعني لماذا اذا احتج هؤلاء استاذ منور؟ سي منور ما كان حد، نعم، طالما انه مثل ما تقول برنامج الرئيس كان عادلا، نعم، على المناطق كلها، فيه توازن جهوي، لماذا احتج هؤلاء اذا؟ لماذا خرجوا الى الشارع يحتجون؟ لماذا؟ سبحان الله، هذا الناس، يعني انا نقول لك الناس يعني يحوسوا ويكبوا فوق ظهر الشعب، فوق ظهر هذوك الشبيبه اللي بالك ربما ماهيش واعيه. انا نقول لك يعني كيف تقول انا كنت يعني في البرلمان، يعني من 2000 في 2007 في العهد 2007 2009 2012 وفي العهد 2012 و2017 الحكومه خفضت اكثر من 3 خطرات لأهل الجنوب على الكهرباء، على مستوى استهلاك بعض الكيلووات مجانا من عند الدوله الجزائريه. يعني الحمد لله اليوم انا كي نشوف نسمع الشبيبه، وهذا يعني هذا سين ديفلوبمون، نسمع مثلا في الجنوب الحمد لله ما قالوش باللي خصنا الزيت وخصنا الفارينه وخصنا هذيك وخذ، قال خصنا مسبح في الجنوب في ورقله، قال خصنا مسبح. هذا دليل على توعيه الشباب، صح؟ هذا تنميه، هذا سيتان بون سين دو ديفلوبمون عند الشعب ولا المواطن البسيط في الجنوب، راه يعني راه فاطم، ما قالش خصني اللبسه ولا ما قالش نلبس ولا ما قالش ناكل ولا ما قالش، والحمد لله راه يطالب في حاجه يعني نتاع الدول المتقدمه مازال ما لعبوش في الجنوب بكل، يعني نقدر كان الدول والبتروليه اللي تفوت بكثير الدول الجزائريه. طيب سي منور، في الجنوب نتاعهم ما عندهمش مسامح اللي راهم يطالبوا بها، اسمح لي دقيقه برك، ما المسامح اللي راهم يطالبوا بها اهل الجنوب، وهذا يعني من حقهم، ويجي النهار وان شاء الله الحكومه الجزائريه والبرامج طيب للمسامح. ورغم هذا كاين، يعني انا نقول لك باللي في الجنوب خاصه في ورقله المجهودات، يعني في شهر مي هذا 2018 معالي وزير الموارد المائيه دار مجهودات وكانت خطن على هذا كيف اقول لك حراره الجو في طيب خليك مع الاستاذ منور، خليك مع الاستاذ منور لنستمع وجهه نظر اخرى للاستاذه سوسن. هي تدافع على هذه المطالب وتقول بانها مطالب مشروعه ومن حق هؤلاء ان يتظاهروا طالما هم غاضبون لانه تنقصهم اشياء عديده بالمرافق مهمه جدا. ما راي الاستاذ سوسن؟ ضيفنا الاستاذ منور وهو بالمناسبه برلماني يعني في التحرير الوطني يقول انه برنامج الرئيس كان كافيا شافيا لهذه المناطق كلها، ونحن ضد التفرقة بين الجنوب والشمال والغرب والشرق، كلنا سواسية، وبرنامج الرئيس وفى وفيه مرافق. أما هؤلاء الذين تظاهروا فربما بفعل فاعل، بل هناك ربما يد تحركهم، ربما ينقصهم الوعي. هذا ما قاله سي منور جعد. والله أنا سمعت المظاهرات كامل وسمعت طلبات المتظاهرين، والله الشيء اللي راهو يقول فيه على التفرقة أنا لم أرى أنهم يفرقون، بل هم يطالبون. كاين فرق كبير بين يفرقون ويطالبون. يعني الإنسان يجب عليه أن يعترف بالإخفاق في الجنوب، يجب علينا كلنا أن نعترف بالإخفاق في التسيير في الجنوب، ولا أحمل فقط الحكومة. يوجد يعني والي في ورقلة، والي في بشار، والي في الجلفة، يعني المسؤولين هذو اللي حطتهم الحكومة يجب عليهم الاعتراف، يجب أن يعترف أنه أخفق أو الإنسان الغير المناسب في المكان المناسب. أنا راني قلبتها، هي المفروض الإنسان المناسب في الإنسان المناسب في المكان الغير مناسب، لكن أنا قلبتها باش الناس تفهم. دوكا كي يقول لك راهي لا تفرق بينهم، ومن فرق بينهم يا ترى؟ هما كي دير لهم هكذا بالعكس راح أنت تخلق لهم تفرقة مع كل الولايات. كي يلقى الشمال
فيه يعني ما نقولوش، لان المره الفايته حكيت على السياحه، على وزير السياحه، وحكيت على المركبات اللي كاينه في كل ولايه واللي ما كانش في كل ولايه. يعني ما نقولوش راهي الجزائر باريس والشمال باريس والجنوب راهو لاباس عليه، احنا ماذا بينا الولايات كامل تكون يعني في تطور ملحوظ. كي يحكي لي على برنامج الرئيس، الرئيس قدم برنامج، لكن الرئيس ماهوش راح يقعد كل يوم في ولايه يقول للوالي فلان ولا للوالي علان ارواح انت خدم خدمتك، ولا انت البجي هذا دير به المنتجع، دير به الحمامات، دير به ما نعرف واش، دير به ما نعرف. كل انسان راه يهدر في المنطق، الناس راهي جيعانه، الناس راهي طالب انها تخدم، انه من حقه في ارض بترول انه يخدم. لازم علينا نديروا لهم مكاتب لهذو تاع اهل الجنوب، لازمهم مكاتب خاصه بهم، اللي عنده طبعا شهادات عليا لازموا خدمه في ولايته، لازم نوفروا لهم ونقعدوا. هذه بالدارجه، اللي ما فهمش العربيه الفصحى راني نحكي له بالدارجه. لازم نوفروا لهم وين يسكنوا، لازم نوفروا لهم وين يعالجوا. يعني الانسان يقطع كم كيلومترات باش يروح يداوي من ذاك يموت في الطريق، كيفاش نديروا له؟ الانسان اللي ما يلقاش وين يدي ولاده وهو فقير، كيفاش نديروا له؟ الانسان اللي قاعد يشوف الناس عندها الغاز وعندها الماء وعندها شغل وعندها منازل، هذا واش نديروا لهم مثلا؟ كي تقول لي انت يا ما نفرقوش، هذه التفرقه تاتي في هذه المجالات وليس بانه جنوبي طيب. او شمالي. خليك معنا استاذ سوسن، خليك معنا استاذ سوسن، سنعود اليك. انضم للنقاش الان رؤوف من الليل، الناشط النقابي والحقوقي معنا من الجزائر عبر الهاتف. استاذ رؤوف، مصطلح تحديد المسؤوليات غائب عن الجزائر كما هو غائب عن كثير من الدول اللي هي تدور في فلك النمو، يراد بها ان تنمو وترتقي. فمسألة الإخفاق والفشل في تحقيق الأماني، تحقيق المخططات، الأهداف المنشودة، ظهر للعيان في الجزائر مثل ما يحدث الآن في الجنوب، مثل هذه المظاهرات، مثل الاحتجاجات، ولكن لم نرى أي مسؤول يظهر على العلن ويقول نعم فشلنا، نعم أخفقنا، وسنقوم بحلول مناسبة لهذا الأمر. في رأيك أنت، هل هذه الثقافة غائبة عنا في الجزائر، أم أنه فقط عملية تسييس للأزمة وعدم العمل على إيجاد حلول لها؟ مساء الخير استاذ عثمان. مساء النور. خير على كل مشاهدي قناه المغربيه. شكرا. بالفعل يعني في الحقيقه يعني السؤال تاعك ياخذني مباشره الى الشيء اللي نعرفوه احنا كمواطنين او كحقوقيين او كنقابيين، اللي يعني وهو اتهام الشعب والقاء اللوم على الشعب وعلى الشباب المحتج. هذه الحقيقة يعني نحن الآن لا نستطيع الحلم يعني بمسؤول يخرج ويعترف بفشله أو يعتذر من 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 الشباب البطال أو من الشباب المحتج أو من الشعب ككل. وخير مثال على ذلك هو يعني ضيف المحترم من سجبة التحرير اللي كان يتكلم منذ قليل، فهو يلقي في اللوم، يلقي اللوم على الشعب، ويلقي اللوم على الشباب البطال، ويلقي اللوم على الناس التي تحتج والتي تطالب بأدنى 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 حقوقها، الحقوق الأساسية المكرسة يعني في مواثيق دولية، ليس فقط مكرسة في الدستور الدولة، المكرسة في مهام برلماني، في مهام ممثل للشعب. إذن مسؤولين وممثلي الشعب مهمتهم الأولى هو إلقاء اللوم على الشعب. بالطبع لن يعتذر، فهو يظن أن الذي يخطئ هو الشعب، لن يعتذر لأنه يعلم أن من يحميه الكسكيطة. هذه حقيقة لا نستطيع الهروب منها، هو موضوع بأوامر فوقية وهو ينفذ في أجندات لسلطة لا تحترم الشعب ولم تكن بقوة الشعب ولم ينتخبها الشعب ولم ينتخبها الشباب، فهي تدور في فلك بعيد جداً على الشعب وهي تحكم بقوة طيب النار وبقوة الحديد. رؤوف، هل يمكن إعفاء السلطة المركزية مما يحدث في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب في مناطق أخرى بحجة أنه الولايات أو رؤساء الدوائر أو رؤساء البلديات هم المسؤولون عن ذلك وليس الوزراء أو رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية؟ هل يمكن أن تصح هذه المعادلة؟
بالطبع لا تصح، نحن في دولة مركزية ونحن نمشي نسير بالأوامر، ومن يتحمل المسؤولية هي الوزارات وهي السلطة الرئاسية أصلا، هي التي تتحمل كل المسؤولية وكل يعني. أنا أحير أيضا، ترجعني لنفس الكلام الذي تكلم عليه ضيفك وقال أنه فخامة رئيس الجمهورية قدم وقدم وقدم. ماذا قدم رئيس الجمهورية إلا إلى الاحتجاجات؟ نحن لم نكن نعرف الاحتجاجات قبل مجيء رئيس بوتفليقة في الجنوب. تكرست الجهوية في هذه الحقبة، يعني هذه حقيقة لا نستطيع الهروب منها. يعني السلطة المركزية ترفض الاعتذار، أيضا هي يعني سياسة لا عقاب هي التي جعلتنا نفشل، فمن يفشل هو يعرف أنه لن يعاقب ولن يقال ولن تنهى مهامه ولن يحال على المحاكمة أو على المحاسبة على الأقل، لأنه يتحمل في كل الأحوال الناس تتحمل المسؤوليات. نعطيكم مثال بسيط جدا في هذا الأمر، الجميع يعلم أن الدولة ضخت المئات من الملايير من أجل خماسي مستعجل لتصحيح الشبكة الكهربائية في الجنوب. الآن هذه السنة في يعني 5 سنوات ونحن نصرف الملايير من أجل تجديد الشبكة ومن أجل إنتاج الكهرباء ومن أجل توفير الخدمة العمومية لسكان الجنوب. الآن يخرج علينا يعني مسؤولو شركة سوناغاز ويطلبون من مواطن يعيش في درجة حرارة 60 درجة أن يطفي المبردات وأن يرشد في الطاقة الكهربائية بدل إيجاد الحلول المناسبة لهذا الإنسان المغبون. نحن نقول على هذا الناس أنها مغبونين، لأن الإنسان الذي يعيش في حرارة 60 درجة يعتبر في منطقة منكوبة وليست منطقة عادية. لكن يخرج مسؤول أو ممثل من ممثلي الشعب لكي يلقي اللوم على الشباب الذي يطالب في حقه المشروع وهي الطاقة الكهربائية. لا تستهلكوا الطاقة الكهربائية، لا تشعلوا مبردات الكهرباء، لأنكم لا تشربوا المياه كثيرا لأن لا يجب أن نرشد المياه. ها هي خطابات المسؤولين داخل الدولة الجزائرية. نعم. هذه هي الخطابات التي نسمعها، وهذه هي الخطابات التي نمقتها أيضا كشباب، وهذه هي الخطابات التي تجعل نعم. الشباب يخرج ويحتج ويطالب بتصليح الأوضاع. بارك الله فيك سيد رؤوف من الليل النقابي والنص الحقوقي، شكرا جزيلا لك. أعود لك سيد منور، الكلمة لك الآن، لديك أو لك حق الرد فيما طرح من قبل ضيوفنا الكرام حول ما يحدث في الجنوب في الوقت نفسه. وفقط أريد أن أذكرك بأن أحد البرلمانيين كتب اليوم على صفحته قائلا بأنه كان قد نقل رسالة أو شكوى إلى عبد الملك سلال رئيس الحكومة السابق عندما سحب مشاريع مهمة جدا من ولاية ورقلة وأخذها إلى ولاية تيزي وزو لإكمال مشاريع أخرى، فقال لماذا ارتكب هذا الخطأ؟ كان عليه أن يبقي هذه المشاريع، خاصة أنها تتعلق بالصيف، مرافق ضرورية لفصل الصيف، مرافق ترفيهية مثل المسابح وغيرها. تفضل. كنا باش نقول لك برك يعني باللي فخامة الجمهورية في ربع البرامج تاعو في 4 يمد الأولوية. نعطيك مثل وهذه بالأرقام يا أخي. أي تفضل. الراكورمون أو نو بوطابل، يعني المياه صالحة للشرب في ولاية ورقلة تغطي 95%. الكتريكتور يعني الكهرباء تغطي 97% في ولاية ورقلة، ورغم الشساعة تاع هذه الولاية اللي كما قلتها في البداية باللي أكثر من بعض الدول. في 4 سنين الأخيرة السونار غاز انجزت اكثر من 450 كيلومتر ما بين لي ريزو دو باسونسون اي اوتونسون بور اليمونتي تو لي فوا بوزاوي دو ورقلة. هذه معجزه من عند الحكومه الجزائريه وناكدها. وزيد نقول لك حاجه اخرى، اليوم وليت ورقلة تتربع على 8650 كيلومتر من 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 الخطوط الكهربائيه. وهذا اليوم الحمد لله احنا لا نتذكر، انا كنت في البرلمان من 2007، احنا قبل 2007 وفي 2007 2008 مواطنين تاع الجنوب كانوا دائما يحتجوا على الكهرباء ما عندهمش، وكاين انقطاع الكهرباء والحمد لله اليوم عندهم. ماشي يطالبوا، احنا ما اسمح لي برك، احنا ما قلناش ما عندهمش حق باه يحتجوا،
وحنا ما كاش دوله في العالم. احنا صح كاين نقايص والحكومه تاخذها بالاعتبار في البرامج المستقبليه، وما كاش دوله في العالم اللي عندها لو شوماج تيكال زيرو. حنا كاين الشوماج حتى في قسنطينه، كاين في عنابه، كاين في الجزائر العاصمه، كاين في البويره، كاين احتجاجات في عده ولايات، في عده مشاكل، ولكن ماهوش حل تاع الجنوب نديروا من حتى نديروا قبه. هذا واش بغيت نقول، يعني نسيسوا بعض الاحتجاجات تردهم باللي كما قال ابو مدين في كلامه رحمه الله صيحه معزه في جبل في جبل جرجره قال طيب. الماضي قال كاين زوج صح من حقهم الشبيبه تاع الجنوب اللي طالبوا بالمسابح يطالبوا بالخدمه صح من عندهم حق عندهم حق، ولكن الشوماج يجي كاين على بالك كاين اكثر من خمس مناطق صناعيه التي انشئت في ولايه ورقلع، وخاصه المدينه الجديده نتاع حاشم سعود وفي تبورك. هذه الشباب ان شاء الله كل واحد ينصبوا في المستقبل القريب، ما حبش يقول باللي كاين يعني مجموعه. واضح يا استاذ منور، فكرتك وصلت وانا اشكرك على المشاركه معنا. سي منور جعدي برلماني عن حزب التحرير الوطني، شكرا جزيلا لك. اعود لك سيده سوسن شارف، أليس حريا من الحكومة أو من الذي يقود الطاقم الحكومي اليوم اللي هو أحمد ويحيى على الأقل وذلك أضعف الإيمان أن يفتح أو أن يخصص لجنة للتحقيق فيما يجري، لأنه البرلماني المحسوب على حزب السلطة مثل ما كنت تستمعين له يقول بأنه برنامج الرئيس وفى كل هذه المطالب، كل هذه المرافق، الماء عندهم، الكهرباء عندهم، الانترنت ما تنقطعش، المرافق الضرورية فصل الصيف فيها نقص لكن موجودة. طيب إذن لابد من عملية تحقيق، لابد من لجنة، أليس كذلك سيدة سوسن؟ سيدة سوسن، سيدة سوسن شارف، يبدو أن انقطع الاتصال مع سيدة سوسن. نرجو من الإخوة إعادة الاتصال بها، ودوما نتحدث عن هذه الاحتجاجات، احتجاجات الولايات الجنوب مثل ما كان يذكر عضو البرلمان عن حزب التحرير الوطني يقول بأنه هذه المرافق موجودة لكن نتفهم هذه الاحتجاجات ربما منسوبة لسوء التسيير من قبل الذين يسيرون هناك، يقصد ربما الولايات أو رؤساء الدوائر والولايات ورؤساء البلديات، ولكن لا يمكن أن ننسب ذلك إلى السلطة المركزية، كأنه سحب مسألة المراقبة والحضور، حضور الدولة هنالك من قبل السلطة المركزية في الجزائر العاصمة، أقصد مختلف الوزارات، رئاسة الحكومة، رئاسة الدولة وما إلى ذلك. يبقى أن هذه المشاكل موجودة في الوطن جميعا، في جهات الوطن جميعا، لكن ربما في الجنوب أكثر فأكثر. عادت إلينا السيدة سوسن شارف، ونحن الآن في ختام الحصة كنت أتحدث عن لجنة التحقيق، لماذا لا تخصص السلطات لجنة للتحقيق في هذه الاحتجاجات؟ أكيد يجب على كل قطاع هامش في الجنوب، يجب على كل وزير أن يرسل لجنة للتحقيق. هذا ما نطالب به، وزير السكن، وزير السياحة، وزير كل الوزراء، يعني المفروض نرسل كل الوزراء، يعني مع احترامي للمسؤولين، لأني أرى قطاعات مهمشة من طرف أنا أقول الولية، لأنه بصراحة أنا نشوف أنه الولي كي تعطيه زوج يقول يخدم على روحك راح يخدم، وهذو ما همش يخدموا. بالنسبة للأخ منور، قبل ما ننهي معك الحصة أخي عثمان، الأخ منور يعطينا ما شاء الله في يعني مطلع على كلش في الجنوب من تحت وش كاين وش ما كاينش، لكن لم يعطينا حلول وما زال يتكلم عن المستقبل، وهذه المشكلة. ما زال يتكلم عن المستقبل في الجنوب، يعني وكأننا سنعيش، يعني أنا مثلا الآن في الثلاثينيات وفي الربعينيات إن شاء الله نلقى مسبح في الجنوب ومسبح في، لا يا أخي ليس هكذا. عودناهم على مناصب والتخلي عنها بدون حساب ولا عقاب. إذا كل مسؤول يكون في منصب هو يعلم جيدا أنه لن يحاسب عند الرحيل، طيب. خاصة الولايات، أنا أرى هكذا. الحمد لله كاين مواقع تواصل تجعلك تطلع على كل شيء، لما ترى اليوم غض النظر من بعض القنوات
عن هذه المشاكل ويخرج في الاخر برلماني من جبهة التحرير يقول لك لا تفرقوا بين الشعب. أين طيب. التفرقة يا أخي منور؟ أين التفرقة؟ هذه مشكلتنا في الجزائر اليوم. هذه مشكلتنا في الجزائر اليوم، أننا كلما نتكلم على شيء نصبح نفرق وآياتي خارجية وما نعرف. يعني بصراحة الكلام مطول في أهل الجنوب، أهل الكرم، بما أن عادت حليمة لعادتها القديمة مثل ما يقولون سيدة سوسن. أكيد. كلما حدثت احتجاجات كلما السلطة مباشرة أو من يدورون في فلكها يقولون بأن هؤلاء وراءهم يد تحركهم أو أمور أخرى ينسبونها يد خارجية أو أمور مثل هذه. شكرا جزيلا لك السيدة سوسن شارف رئيسة حزب التنمية الوطنية، وشكرا موصول لباقي ضيوفنا الكرام الذين شرفونا بالنقاش لمحاور مختلف المحاور في الحدث الأسبوعي. الكريم طابو المنسق الوطني للاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، وكذلك رؤوف ملال النقابي والناشط الحقوقي كان معنا من الجزائر، هو الآخر دون من أنسى منور جعدي عضو البرلمان عن حزب التحرير الوطني. شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.